إذا كان النمو في أرقام إجمالي الدخل المحلي هو المقياس، يمكن اعتبار أن البلدان العربية حققت نتائج جيدة خلال السنوات الخمسين الماضية، إذ ارتفع معدل دخل الفرد 4 أضعاف. وفي حين انعكس هذا ارتفاعاً في مستوى المعيشة، فهو لم يحقق بالضرورة نوعية حياة أفضل، ولا هو حسن من فرص النمو المستدام في المستقبل. هذا ما توصل إليه تقرير المنتدى العربي للبيئة والتنمية حول خيارات البقاء والبصمة البيئية في البلدان العربية. الشباب قلقون على المستقبل. في الصف وخارجه يناقشون حقهم في الموارد وفرص الحياة نفسها. خلال هالفترة نفسها خصت الفرد العربي من الموارد الطبيعية المتوفرة محلياً نقصت إلى النصف، ولكن أيضاً استهلاك الفرد العربي من الموارد الطبيعية تضاعف مرتين. تتساءلوا بهالحالة كيف قادرين نعيش؟ قادرين نعيش على طريقتين، أول شيء باستيراد الموارد الطبيعية من الخارج وأسعارها عم ترتفع كتير، من ناحية تانية باستهلاك المزيد من الموارد الطبيعية المحلية بما يفوق قدرة الطبيعة على التجدد، وهذا معناته أنه عم نسرق حق الأجيال المقبلة بالحياة. حنوصل لمرحلة لا حيكون عنا أكل ناكله ولا ماء نشربه. ليه؟ لأنه بعد كل هاي الثورات اللي عم بتصير ما في تخطيط للمستقبل. هل هيدا الشيء بيجوز للأجيال اللي قادمة؟ البصمة البيئية في البلدان العربية ارتفعت إلى الضعفين، وانخفضت المياه العذبة المتوفرة للفرد 4 أضعاف. هذا الانخفاض الحاد يعود أساساً إلى التزايد الكبير في السكان وتدهور القدرة الإنتاجية للأنظمة الطبيعية في المنطقة بسبب التلوث وتدمير الموائل الطبيعية والإدارة غير الملائمة للموارد. كلفة التدهور البيئي بالدول العربية بتساوي 5% من مجمل الدخل القومي، ولكن ما في ولا دولة عربية أبداً بتخصص أكثر من 1% من دخلها للعناية بالبيئة. أعتقد إنه البيئة والريسورس مانجمنت مش حاجة مهمة قوي عند العرب دلوقتي. إذا عاش جميع سكان العالم وفق المعدل العام للمواطن العربي، ستكون هناك حاجة إلى 1.2 كرة أرضية. أما إذا عاشوا مثل قطر، فستكون هناك حاجة إلى نحو 7 كواكب لتلبية مستوى الاستهلاك وانبعاثات أكسيد الكربون. في المقابل، إذا عاش العالم وفق المعدل في المغرب، ستكون هناك حاجة إلى 3/4 الكرة الأرضية فقط لتلبية حاجاتهم. من دون شك في استهتار باستهلاك الموارد الطبيعية بكثير من الدول العربية. معدل البصمة البيئية للفرد في بعض الدول العربية مثل اليمن منخفض جداً مقارنة مع المعدل العالمي، وهذا أقل حتى مما هو مطلوب لتأمين الحد الأدنى من حاجات الغذاء والمأوى والصحة والنظافة الأساسية. لا بد من إقامة توازن في توزيع الموارد ما بين الدول والمناطق لتحقيق عدالة في حصة الفرد من الموارد الطبيعية المتجددة. في نسبة كبيرة من سكان الوطن العربي بيعانوا بنقص من الغذاء، فقر بالطاقة. لهالسبب الحل الوحيد ما دائماً بيكون بتوفير هذا الاستهلاك، ولكن بيكون بكفاءة الإنتاج وبالتوزيع العادل. نمو استهلاك الطاقة في المنطقة العربية تجاوز كل مناطق العالم الأخرى، وقد أدى هذا إلى ارتفاع حاد في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هناك حاجة ملحة إلى اعتماد تدابير كفاءة الطاقة والتحول إلى الطاقة المتجددة. العجز بالإنتاج الغذائي مشكلة كبيرة بالعالم العربي، ولكن إذا 6 دول عربية فقط هي الأكثر إنتاجاً للحبوب وصلت بمعدل إنتاجها للمعدل العالمي فقط، ليس لأفضل المعدلات بالعالم، للمعدل العالمي فقط، يمكن أن تسد هذا العجز. مش صحيح أن السبب الوحيد للعجز الغذائي بالبلدان العربية هو قلة الماء والجفاف. ما لازم ننسى الإدارة السيئة للموارد ولا ضعف الكفاءة. مثلاً 70% من مية الري عم بتروح هدر.
تواجه البلدان العربية تحدياً كبيراً هو تأمين ظروف حياة جيدة مستدامة لجميع سكانها، وهذا أكثر أهمية من السعي لتحقيق النمو من أجل النمو نفسه وزيادة أرقام الناتج المحلي بأي ثمن. ولا بلد عربي عنده القدرة أنه يعيش ككيان منعزل، ولا عنده القدرة يحلم أنه يكون عنده اكتفاء ذاتي، ولكن الدول العربية بالتنوع بالطاقات البشرية والطبيعية عندها إذا تعاونت تستطيع أن تحيا وأن تستمر وأن تجدد مواردها الطبيعية. من 50 سنة لهلأ ومن زمان وإحنا وصغار نسمع شعارات مثل أمة عربية واحدة، وبننادي إحنا دائما بالوحدة العربية، بس إحنا ما عمرنا شفنا نوع أي نوع من أنواع التعاون بين البلدان العربية، سواء من نواحي الزراعية أو الاقتصادية أو أي نوع من أنواع التعاون. يشير تقرير أفد إلى بوادر أمل، فالإمارات العربية المتحدة بدأت مبادرة وطنية رائدة لقياس بصمتها البيئية، وذلك بهدف معالجة العجز في الموارد. كما يشكل معهد مصدر في أبوظبي وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا في جدة نموذجين لمبادرات إقليمية تدعم التنمية المتوازنة وإدارة الموارد. المغرب ينفذ برنامجاً طموحاً في الطاقة الشمسية، بحيث تصل حصتها إلى 40% من إجمالي الطاقة سنة 2020. أنا رأيي إن الموضوع مش هزار، لازم يكون في تعاون ما بين الدول العربية وبين بعضها. في دول عندها أراضي ما عندهاش أيدي عاملة تشغلها، في دول عندها كفاءات بس ما عندهاش طاقة عشان الكفاءات دي تستغل، والمحصلة إن بتكون موارد مهدرة ومفيش تنمية حقيقية. في الأول وفي الآخر يعني دي حياتنا وحياة أولادنا، لازم نحافظ عليها. يلي عم تقوله محمد صحيح جدا، لأنه حياتنا بتدق مش مسحة. خيار البقاء الوحيد للعالم العربي هو التعاون بين الدول بالعلم، بالبحث العلمي، بالزراعة، بكل مجالات الحياة، وأيضا كفاءة استهلاك الموارد، وأيضا التوازن في الاستهلاك لتأمين الاستمرار والتجدد.